يا اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين بخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي نديكم للجبهه. ديجا هضرت عليها بزاف في القناه ديالي، عندي تقريبا شي 3 فيديوز كنهضر هي على الجبهه وكنوري الديتاي ديال الجبهه. دونك دابا غادي نوري غير داكشي بسيط دغيا دغيا وغير لقطات فقط. هذه الطريق حنايا مشينا من طنجه لتطوان، دوزنا الطريق الساحليه باش ندوزو نودلاو هنا باش نفطروا. بعد هذا كان فواياج اورغانيزي اللي كان 240 درهم، كنمشيو داخل فيها الفطور داخل فيها الفلوكه. ولكن واخا هيدا كان غنقول لكم الثمن ديال الفلوكه اولا القوارب اللي كيدوروا بنا تما في الجبهه. ما علينا، هنايا كل واحد كياخذ الفطور ديالو، واصلا الفطور هنايا كنمشي 35 درهم 38 درهم، مهم هاد فهاد لو بري هذا. هنا كنتسناو بعضنا، هذا هو ترونسبور اللي كنمشيو فيه كونفورتابل، داكشي مزيون بيان اورغانيزي. دخلنا، هذه هي الدخله ديال الجبهه، ما بين طنجه والجبهه تقريبا كنعملوا شي 3 ساعات ونص. هذه كده كانت بدون توقف، اذا توقفنا هكذا وجلسنا بشويه علينا يعني وصلنا تقريبا مع ديك 11 النهار بعد ما خرجنا من طنجة في 7 ديال الصباح. صافي هنايا مشينا، كتشوفوا قدام مرسى بزاف كانت الدنيا عامره، واصلا كان الويكاند، بزاف ديال الناس ماشيين، بزاف ديال الناس باغيين هكذا الجبهه. ديجا انا قلت لكم في واحد لا فيديو تعرفت بزاف الجبهه، وكل عام ضروري كنجي لها كل عام. صافي هنايا كل واحد دخل فلوكه. بالنسبه للثمن ديال القوارب كيعملوا 200 درهم فيها الي غوتور، بيان سور 200 درهم ماشي بيرسون، وانما 200 درهم ديك المجموعه كامله كتقسمها عليها. يعني اذا كنتو 5 كتقسموا على 5، كنتو 10 كتقسموا على 10، مهم فيها الي غوتور. وكينزل لكم في البلاي اللي بغيتو، لان هنايا بلايا كاين بزاف، كاين بلايا مونيكا الاولى الثانيه، كاين مرس الدار، كاينه الاحواض، والاحواض هي اللي غنجلسوا فيها. كيف ما كتشوفوا الزرقيه ديال البحر وغزال ديك المناظر اللي كتكون تما، الكهوف اللي كاينين تما، راه غادي ندخلوا في واحد الكهف اللي في هذا القارب هذا اول مره يدخلنا لتما، غادي نشوفوا عاوتاني منظر اخر. هنايا هذا هو الكهف اللي قلت لكم غادي ندخلوا للداخل، فوسط منه كان غير الظلام، يعني تجربه هكذا جديده، والبحر مزيون من الداخل. و يعني مهم صراحه كيكون شويه التخوف على حسب كتدخلوا حتى الداخل، ولكن تجربه مزيونه. كيف ما قلت لكم كتشوفوا هنا الزرقيه ديال الماء، الماء صافي بزاف، الدرجات هذيك الحويته الصغارين هيدا كيبانوا. صافي هنايا غادي نخرجوا بعد ما درنا ديك بلايا مونيكا الاولى والثانيه كيف ما قلت لكم. وديجا اللي وريته انا في الفيديو اللي فات، ما بغيتش نعاود نفس الحاجه، اللي بغى لا فيديو يرجع للقناه ديالي. ومرحبا بكم، ما تنساوش تابوناو معايا وتعملوا الجرس، تفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم اي نوتيفيكاسيون او اي جديد كنحطو. صافي هنايا غادي نوصلوا، وصلنا تقريبا بعد واحد 40 دقيقه هنايا. اون فوا وصلنا راه كانت الدنيا عامره بزاف، ولكن البحر باش كيعجبك ما فيهش ديك المواج، كيبقى بحر راكي تقول بحال بيسينا. هنا كاينين دي باراسول كيتكرا ولا بغيتو تجيبو ديالكم. وي حنايا كنا كرينا باراسول اللي كان داخله في الثمن ديال الرحله. هنايا كاينين طواجن باثمنه مختلفه ابتداء من 40 درهم ومتينا طالع. هنا غادي نسقسي على الاثمنه وغادي تسمعوا معايا شحال قال لي. هذا لا اما 60 درهم مع البنات، ولا هذا 40 60 واخر قلتي لي 50. هذا شحال؟ هذا بحال هذا. وتبارك الله هنايا واخا كانوا الناس بزاف، صراحه ماشي من ديك النوع ديال البحر اللي كيقنط، يعني كتحسي انه واخا الناس بزاف يعني فحال اللي كنقولوا كتعوم مرتاحه. هنايا كتشوف الماء صافي، كنوريكم هيدا كيفاش الحجيره هيدا كيبانوا. بقينا حتى العشيه وكنعوموا بشويه علينا، وكلشي كيتكرا هنايا، هادو كيتكراو كنظن واقيلا الدوره فيها واش 40 درهم على حسب، انا ما سقسيتش غير اللي سمعت الدراري هيدا قدامي كيقولوا اذا بغيتوا دوره ب 40 درهم فيها نص ساعه كنظن. مهم علينا راه كلشي كاين تما. بعد ما وصينا على الطاجين ديالنا، ها هو جا طاجين كان هذا ب 50 درهم، واخا صغير ولكن فيه تبارك الله.
تقريبا جات شي 7:30 العشيه باش جا مورانا الفلوكه بعد ما كنا ديجا عاملين معاه، وبعد ما كان المؤطر ديالنا هو اللي عامل معاه الوقت الرجوع. هيدا ما تنساوش تجيبوا ديك السنيطله ديال البحر، لان تما البحر كامل عامر بالحجر باش تكونوا اليس. اللي كيسقسيني فين كيتباعوا، راه كاينين ديجا تماك في الجبهه كيتباعوا ب 40 درهم وقيلا. انا كنت شحال هذه بالحق شريتهم ب 40 درهم. صافي. مهم هنايا حضرنا تقريبا الغروب. غادي نخليكم بيان سور نيميرو التليفون اذا بغيتو هكذا تجيو يعني اتصلوا على قبل بهاد مول فلوكه. يعني غادي نخليها لكم هنايا، ماشي هو اللي دانا وجبنا، ولكن حتى هذا كنعرفوه وكيعمل بديك الثمن اللي قلت لكم. واذا بغيتو غير دويره في بحر بلا ما تجلسوا في شي بلايا، كيخليها لكم 150 درهم 40 دقيقه ديال الدور. هنايا صافي قربنا نوصلوا، باش غادي ننزلوا نشوف حالتنا. نزلنا غادي نمشيو للترونسبور تما باش كنبدلو بالنوبه بنات بوحدو مع الدراري وصافي. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش انكم تابوناو معايا من جديد. غادي نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في لا فيديو اللي ماجي ان شاء الله. هنايا كان الطريق ديالنا للرجوع. وصلنا شويه معطلين، ولكن دازت الرحله مزيانه. السلام عليكم.